نستقبل الآن زميلنا صحفي الإذاعة الوطنية إسماعيل طبل من مصر مباشرة. مرحبا إسماعيل. مرحبا عبد الرزاق، تحية لك ولضيوفك الأكارم. إسماعيل، اليوم المنتخب الجزائري أصلا رانا فرحانين اليوم في البلاطو، احنا اليوم ما رناش في مصر معكم لكن رانا فرحانين، يعني المنتخب الجزائري اليوم حقق نتيجة إيجابية وإيجابية جدا ببلوغه الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا. كيفاش راهي أنقلنا المشاعر الآن؟ أنت الآن في مصر أنقلنا مشاعر المناصرين هناك. كيف لا نكره اخوي عبد الرزاق، ونحن حققنا فوز رابع على التوالي بثلاثيه نظيفه بدون ان نتلقى اي هدف. فرحه عارمه كانت قبل قليل عند خروج حفيد المنتخب الوطني الجزائري بصعوبه كبيره، خرجت الكل كما ينادي بالكاس. الشعب يريد لقب افريقيا، الاغنيه وهي الكلمات التي دوتها اعيدت اكثر من مره على مسامع الناخب الوطني جمال بالماضي وكذلك لاعبي المنتخب الوطني. تحيه كبيره للاعبين نظيرا للمجهودات التي بذلوها، اكيد ان الفرحه كانت عارمه وشاهدتم طريقه احتفال اللاعبين مع الجماهير وإهدائهم للحصان مع نهايه المباراه. اجواء هنا عبد الرزاق مع بدايه المباراه كان هناك نوع من الضغط على كل على الجميع، بما في ذلك اللاعبين شهدنا نوعا من التردد مع بدايه المباراه، لكن بعد تسجيل الهدف الاول وبدا المنتخب الوطني يتحكم في الكره، الكل ارتاح لما يقدمه المنتخب الوطني وشهدنا الروح القتاليه الجميل في هذا المنتخب. عبد الرزاق هو الروح التي يسير بها هذا المنتخب، شاهدنا كيف يدافع اللاعبين وكيف يضغطون على حال الكره، شيء رائع جدا لم نشاهده منذ مده، لم نشاهد المنتخب يلعب بهذه الحراره وبهذه الجرينتا، وهو ما صنع الفارق في مباراه السنغال وصنعه اليوم في هذه المباراه. كيف يدافع اللاعبون خاصه لم نتعود على رياض محرز يدافع بتلك الطريقه ويقوم بادوار مهمه فوق ارضيه الميدان خاصه من الجانب المعنوي لزملائه. عبد الفتاح زميلنا الصحفي إسماعيل طوبال، المنتخب الجزائري اليوم أبهر حقيقة، أعطيني آراء الصحافة والإعلام الرياضي المصري خاصة والعربي عامة، بما أنه رانا في محفل كبير تم والصحفيين كامل يكونوا حاضرين في هذه المسابقة. نعم خاصة اليوم عبد الرزاق، الحضور الإعلامي اليوم هو أكبر منذ انطلقت هذه الدورة، أنا أظن بأن الأكبر لأننا وجدنا صعوبة كبيرة في دخول مركز الصحفيين وكذلك الساحة المحيطة به، أما في المنطقة المختلطة فحدث ولا حرج، المنطقة المختلطة لم نستطع وضع الهواتف أو الميكروفونات وفي الندوة الصحفية نفس الشيء، حضور إعلامي كبير جدا، كنا مع صحفيين غينيين، صحفيين مصريين، حتى التونسيين اليوم بقوة حاضرين، الصحافة التونسية المغربية لما تسألهم عن الجزائر يقول لك هو أفضل منتخب، هذه الكلمة تكررت على مسامعنا منذ وصولنا ومنذ المباريات الأولى، يقولون بأن المنتخب هو الآن الأبرز هو الأقوى هو الأحسن، اليوم تأكدت هذه المشكلة. على كل حال كنا نخاف ونحاول أن نبعد العين كما يقال بالدرجة لأنه ما زال ما لم نلاقي شيئا، لكن اليوم تأكد كل شيء، الكل قال لنا بأنه المرشح الأبرز، المصريين حتى قبل إقصاء منتخب المصري من الدورة تكلمنا مع اعلاميين وتحدثنا معهم طبعا ومع الجمهور ايضا، احتكنا مع الجمهور، الكل كان يقول بانهم ليسوا مقتنعين بمنتخب مصر، بالمقابل يقولون بان منتخب الجزائر هو الاقوى، نحاول ان نقنعهم بانه فيه منتخبات المغرب، يقولون لنا المنتخب الجزائري هو الاقوى بالنظر الى ما قدمه في المباريات الثلاث الاولى. كل الاعلاميين بما في ذلك المنافسين طبعا الخصوم غينيا او السنغال لما تحدثنا عنهم كانوا يقولون بان المنتخب الجزائري انتم الاقوى تستحقون الفوز، فبرافو لجمال بالماضي واشبابه وبرافو للجمهور الجزائري الذي تنقل الى هنا لمحاضره الخضره لكل من يشجع الجزائر. اسماعيل انت كنت حاضر هناك، ماذا قال جمال بالماضي في المؤتمر الصحفي الذي اعقب مباشره نهايه مباراه الجزائر امام غينيا؟ ربما عبد الرزاق في هذا الندوه الصحفيه لجمال بالماضي الوحيده ربما الذي ابدى فيها رضاه وسعادته في المباريات الاولى لم يكن سعيدا، كان يطالب اللاعبين بوضع الاقدام عن الارض وليقول لم نحقق شيء، لكن الفوز اليوم اراح كما قلنا وتنفس الجميع الصعداء لاننا كنا نخشى سيناريو مصر ان يتكرر معنا، سيناريو المغرب ان يتكرر معنا، لكن هذا لم يحصل وهو ما اراح اللاعبين حتى في المنطقه المختلطه. طبعا ساعاقب على ما قاله يوسف الليلي لاننا سالناه حوالي 3 إلى 4 أسئلة، سأله من تفضلون أن تلعبوا أمامه في الدور المقبل؟ هل كوت ديفوار أو مالي؟ قال من يأتي فمرحبا، نحن هنا من أجل الذهاب بعيدا في هذه المنافسة ونحن هنا لتتويج القارة، قالها حوالي 3 أو 4 مرات، يعني اللاعبين في رأسهم الذهاب النهائي تتويج باللقب، لم يكن هذا ربما متاح من قبل، كنا نقول نلعب مباراة بمباراة لكن اللاعبين
زاد الطموح وكبر الطموح. وجمال في الماضي تعرفون ما قاله قبل بداية الكام، قال نحن ذاهبون للتتويج باللقب. اسماعيل على هذه النقطة كجمال بالماضي، الإعلام الجزائري والصحافة الجزائرية شكلت ضغطا كبيرا على جمال بالماضي، قال لك لماذا يقول أننا ذاهبون مباشرة إلى تحقيق لقب قاري ككأس أمم إفريقيا والرجل عين منذ 10 أشهر أو يزيد قليلا؟ نعم عبد الرزاق، انا كنت حاضر في الندوه الصحفيه عندما عقد جمال بالماضي قبل المغادره الى قطر للتربص هناك في شهر رمضان العظيم الذي مر، كنا حاضرين في الندوه الصحفيه وسئل جمال بالماضي مره اخرى عن طموح المنتخب الوطني الجزائري، قال نعم نحن ذاهبون للفوز باللقب، قال لا بتفصيل لماذا قال نحن ذاهبون للفوز باللقب، قال للجميع في كل الدورات التي شارك فيها المدربون الذين سبقوني يقولون سنذهب لنشارك ونلعب مباراة وسنرى، قال هذه المرة لماذا لا نغير الذهنية ونقول بأننا ذاهبون للتتويج، على الأقل لاعبونا يدخلون بروح معنوية عالية ولا يلعبون مباراة كما يقول الجميع، هو أراد أن يغير ذهنية اللاعب الجزائري الذي يذهب يقول سنلعب إن جاءت ومرحبا وإن لم تأتي، لكن هذه المرة غرس في ذهنية اللاعب الجزائري الذهاب للاعب من اجل اللقب والتتويج ان شاء الله، هذا ما نتمنى عبد الرزاق، والى حد الان المشوار دون خطا، نتمنى ربع نهائي ناجح ونصف نهائي ناجح ونهائي ان شاء الله والفوز باللقب، لما لا نحن غائبون عن التتويج منذ سنه 90، الان آن الوقت للجزائر ان تقول كلمتها في هذا النهائي ان شاء الله وفي هذه النهائيات، لانه منتخب متكامل روح معنويه عاليه اجواء عائليه رائعه داخل المنتخب الوطني الجزائري، يعني يمكن ان اقول بسم الله ما شاء الله على هذا المنتخب، نتمنى ان يوصل عبد الرزاق. هذا ما كنت راح اسالك عليه، يعني الاجواء الكبيره التي يعيشها وانتم الاقرب هناك ربما الى معسكر المنتخب ومقر اقامه المنتخب الجزائري، اللاعبون كعائله واحده او جسد واحد، يعني ما هي الاضافه التي جلبها جمال بالماضي لكي يصير هذا المنتخب لحمه واحده؟ والله عبد الرزاق الشيء الجميل في جمال هو رزانته، رغم في بعض الاحيان جمال بالماضي يعني هو هدوءه يخفي براءه، هو شخص عصبي نوعا ما، لانه شاهدت اليوم في الكواليس في اثناء المباراه كاد يتشابك مع احد اعضاء الطاقم الفني لمنتخب غينيا ووصل الى حد ان فرق بينهم الحكم الرابع، جمال بالماضي عصبي في بعض الاحيان لكنه هادئ في احيان اخرى ويعرف ماذا يفعل، جمال بالماضي ربما لا اخفيك سرا يعني هذا سر داخل المنتخب الوطني الجزائري، بعد الحصص التدريبيه يتنرفز ويصرخ على اللاعبين دون سبب ويقول بعد ذلك للمقربين طبعا هذا سر، يقول لهم حتى يضعوا ارجلهم على الارض، جمال بالماضي يعاملهم وكانهم في بعض الاحيان اصدقاء، في بعض الاحيان هو ابوهم اخوهم الاكبر، يعاملهم بهذه الطريقه، لهذا كسب ود لاعبي المنتخب الجزائري خاصه شاهدناه في الندوه الصحفيه الاخيره في انتظاره للندوه الصحفيه مع يوسف عطان، كان كانه يتحدث يعني مع صديق له ويتجدد يعني اطراف الحديث، جمال بالماضي بروحه القتاليه وبصرامته ايضا عبد الرزاق كرامة كبيرة جمال بالماضي، الأمور التكتيكية والنصائح التي يسديها يطبقونها بحذافيرها، وهذا الشيء الجميل قالها لاعبونا في مدينة التأسي خلال المنطقة المختلطة قبل قليل، طبقنا تعليمات المدرب وكان لنا ما أردنا والحمد لله، يعني جمال بالماضي يملك شخصية قوية يجب أن ينوه بهذا الأمر، وشاهدناه كيف يتعامل مع لاعبيه، عقليته يعني تتلائم جدا مع عقلية اللاعب الجزائري، وهذا ما كنا نبحث عنه، نتمنى فقط أن يبقى جمال بالماضي هنا لبناء منتخب وهو في طور البناء طبعا، نتمنى أن يبقى هنا لمواصلة العمل ونجاح إن شاء الله. وهذا ما نتمنى. إسماعيل فقط أريد سؤالك عن رجل مباراة، من اختار الكاف عفوا كرجل مواجهة الجزائر غينيا؟ هو رياض محرز عبد الرزاق، تم اختيار رياض محرز كرجل المباراة نظيرا ما قدمه اليوم ودوره فوق أرضية الميدان كقائد حقيقي، خاصة أن رياض محرز تغير كثيرا، ونحن نتحدث عن جمال بالماضي غير ذهنية رياض محرز، حتى أن رياض محرز في تعامله مع الإعلاميين والجمهور عقليته تغيرت كثيرا، أصبح يميل للإجابة على الأسئلة الصحفية ليس انطوائي كما كان من قبل، أصبح يرد على عندما يسأله الجماهير من بعيد، شاهدنا اللقطة الأخيرة عندما تكلم أصبح كما يقال يسترخي بالنظر الى ما كان عليه من قبل، كان رياض محرز يتحدث كثيرا منطوي على نفسه، حتى الان دوره قيادي دخل ارضيه الميدان ظهر بشكل جلي ويدافع اكثر مما يهاجم ويقدم التعليمات لزملائه ينقلها من المدرب، وكذلك اداء اليوم هدف عبد الرزاق يتحدث عن نفسه هدف رائع جدا عندما روغ اللاعب الكره ان تصل بعد وسجل هدف بطريقه اقل ما يقال عنها بانها رائعه،
الاعتراف مرة أخرى لرياض محرز لما يقدمه مع المنتخب الوطني حتى الآن. نقطة أخيرة فقط إسماعيل، مدرب منتخب غينيا يعرف الأجواء الجزائرية واشتغل في الجزائر وقد واجهناه عديد المرات، كيف كانت ردة فعل مباشرة بعد الاكتساح يعني نقولها ونحن نفخر بهذا المنتخب؟ المنتخب الجزائري اكتسح تماما منتخب غينيا. نعم عبد الفتاح قل اكتسح لأن ضيعنا أكثر من 3 أهداف حقيقية، بإمكان أن تكون النتيجة 6-3 أفضل حتى لا نغتر. على كل توقيت اعترف وأشاد كثيرا مثل ما فعل في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أشاد كثيرا في المنتخب الجزائري، قال لا نستحي لهذه النتيجة، واجهنا أقوى منتخب حتى الآن في البطولة. الجزائر أهنئها على هذا الأداء وهذا الفوز، يعني اعترف بقوة المنتخب الجزائري مباشرة ولم يخفي ولم يقل أن منتخب الجزائر كان ربما في بعض الأحيان غائب عن، قال بأنه منتخب قوي. شكرا جزيلا لك إسماعيل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة المصرية إسماعيل طوبال، شكرا جزيلا لك.